ولنقاش ملف الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، فيما يواجه الرئيس الإيراني إدانات حقوقية. ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو طارق جاسم، الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية. أهلا بكم سيدي. السلام عليكم، حياكم الله، شكرا على هذه الفرصة. وعليكم السلام. كيف يمكن قراءة الهجمات الأخيرة على المواقع النووية الإيرانية واستخدام تقنية الطائرات المسيرة؟ نعم، استمرارية الهجمات حتى بعد خروج الحكومة الأمريكية السابقة اللي كانت متشددة نوعا ما تجاه البرنامج النووي الإيراني، يعطي الرؤية بأن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه النظام الإيراني وتحديدا تجاه البرنامج النووي الإيراني هي سياسة ترسمها وزارة الخارجية الأمريكية، إنها سياسة واضحة تريد أن تحدد وتحجم دور إيران النووي، وتريد أن توقف هذا البرنامج إذا ما صح التعبير، إنه برنامج لأغراض غير سلمية وإنه برنامج لأغراض عسكرية. لذلك هذه هي الاستمرارية تعطي الرؤية بأن أمريكا من حتى وإن كانت في مفاوضات فيينا تؤيد هذه المفاوضات، إنما لا تريد لهذه المفاوضات أن تنجح بسلام إلا إذا ما خضعت إيران للشروط الأمريكية، إلا إذا ما خضعت إيران يعني لاتفاق جديد مع الولايات المتحدة مثل ما كانوا يطالبون إيران أثناء دورة السيد ترامب. نعم، في هذا السياق إلى أي مدى أضعفت هذه الهجمات البرنامج النووي الإيراني، وما دلالات انطلاق الطائرة المسيرة التي ضربت الموقع من الداخل الإيراني؟ لها غائتين، الغائة الأولى أن البرنامج النووي الإيراني أصبح ضعيفا ومهمشا جدا جدا. الأسبوع الماضي مفاعل بوشهر خرجت عن العمل وخرجت عن التخصيب، لذلك هذه الجانب الأول يعطي بأن إيران في مأزق وفي ضغط اقتصادي وسياسي كبير في استمرارية بناء واستخدام المفاعل النووية. من الجانب الثاني، بعد ما رأينا كيف الأمريكيين استطاعوا أن أو الإسرائيليين استطاعوا أن يقتلوا أكبر عالم نووي وهو فخريزادة، فهذه تعطي دلالة بأن الواقع الإيراني الأمني والنووي مخترق جدا جدا، ولا يستطيع أن يحافظ على المنظومة الأمنية، ولا يستطيعوا حتى أن يحافظوا على يعني على وجود هذه المنشآت وعلى استمرار عملهم بالتخصيب والوصول للبرنامج العسكري لأغراضهم اللي يعني يبغونها. لذلك هذه النقطتين تعطي غائة واضحة بأن النظام الإيراني وصل إلى طريق مسدود في تناوله وفي استمرارية هذا النظام بتمسكه بالطاقة النووية وصولا إلى أهداف عسكرية. هذا من الجانب العسكري. سياسيا ماذا يعني وصول رئيس كإبراهيم رئيسي، وكيف سينعكس وجوده على الدور الإقليمي لإيران؟ بعد ما رأينا كيف سيناريو الانتخابات الإيرانية أخرج يعني أخرج جميع المرشحين وبقى السيد رئيسي اللي هو كان أكثر أقوى من هؤلاء السنين أو الثلاثة اللي باقون وهو مرشح من قبل خامنئي، استطاع خامنئي أن يضيق الأمور على الإصلاحيين وعلى المعتدلين داخل يعني داخل مؤسسة السلطة في إيران. لذلك وجود هذا الشخص وهو متشدد من ناحية، ومن ناحية ثانية معروف بأنه رجل خامنئي الأول، بل تربية أحمد خميني ابن المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني. لذلك هذا الشخص هو من المتشددين الكبار في إيران، وسيأتي ببرامج وسيأتي بأجندة متشددة أكثر تأخذ إيران إلى الهاوية، قد تكون لا أستطيع أن أقول نهاية إيران، إنما إيران ستصبح دولة أزمات، وسيأخذ إيران إلى المزيد من التصعيد في المنطقة، وسيدخل إيران إلى المزيد من التصعيد بينه وبين الدول الإقليمية وحتى الاتحاد الأوروبي وأمريكا. أدانت الأمم المتحدة أسلوب النظام الإيراني في إجبار الشعب على عدم المعارضة، ما انعكاسات مثل هذا القرار على الشارع، وهل يمكن المراهنة مجدداً على الاحتجاجات؟ خلال الأربع سنوات الماضية
عدد كثير من المظاهرات والاعتصامات والإرهابات حصلت وبامتياز وباعتراف النظام الإيراني نفسه. وهنالك مجازر ارتكب النظام الإيراني آخرها 1500 غسيل حسب إحصائيات برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص في الشأن الإيراني لذلك في العام الماضي. لذلك النظام الإيراني والآن الوضع متأزم جدا جدا داخل شوارع المدن الكبرى. هنالك إضرابات عمالية وصل إلى مئات الآلاف من العمال. وبذلك النظام الإيراني لا يمكن أن يجبر الناس أكثر على عدم الاعتراض وعدم الاحتجاج وعدم الإضراب، لأن هنالك ضعف كبير أولا في الجانب الاقتصادي. النظام الإيراني اقتصاده مهمش، واستطاعت العقوبات الأمريكية أن تضرب وتخصم كاهل النظام الإيراني من الناحية الاقتصادية. أيضا هنالك حصار سياسي ودولي كبير ضد إيران، وهذه الأمور تفرض على الشارع أن يخرج ويعترض. والنظام الإيراني لا يستطيع يمنع الشارع إلا إذا ما استخدم العنف، وهو وسيلته أو عداته الأولى والوحيدة لإضراب ولإجبار الناس على عدم الخروج. شكرا جزيلا لك الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، حدثنا عبر الهاتف من أوسلو.